طبعا كلفنا بالحفاير الجهه الغربيه ديت اللي هي عند الطنبوره. طبعا طبيعه شغل ان احنا بنشتغل طبقات، طبقه 20 سم ب 20 سم لحد ما نوصل لمدخل البير. تمام، بنبدا ان احنا ننزل حفر فيه عن طريق حاجه اسمها الطنبوره. نبدا ننصب الطنبوره الخشبيه بتاعتنا ونبدا ان احنا نحفر لحد ما نوصل غرفه الدفن. تمام، بنبدا نفتح السد بتاع غرفه الدفن ونبدا ان احنا نخرج في التوابيت عباره عن حاجه اسمها الشياله، تابوت ورا تابوت كده، وبعد كده نبعتهم عند ورشه الترميم او معمل الترميم. تمام، ترجمة